والنهارده الوصفات الجميله نبدا بها الشتاء كده على حاجات جميله كده وتشكيله كبيره من المعجنات. عارفين في حلقه المعجنات الواحد بيبقى ايه مزاج بيبقى رايق، فبنطلع حاجه حلوه جدا ان شاء الله. هي عجينه واحده ونطلع منها حاجات كتير قوي، كل يوم في جديد، يعني كل يوم بتلاقي فيه المعجنات بتلاقي فيها اشكال جديده وحركات جديده بتبقى موجوده فيها وحشوات جديده. ده اللي هنشوفه النهارده وهنبص عليه النهارده برضو، الحاجات اللي احنا بنساعد بنلاقيها على الانستجرام وعلى السوشيال ميديا في العموم يعني. فالنهارده عاملين شويه اشكال كده حلوه ان شاء الله، هوريك ازاي نقدر ان احنا نعملها. يعني دي خطيره قوي، دي الضفيره ديت اللي هنشوفها دلوقتي هنعملها ازاي، والصوابع الساندوتش ديت اللي معموله ومحطوط عليها الكريمه كده من فوق برضو، هوريك كل دي ازاي. ودي بعد ما تخلص بتبقى يعني مش عايز اقول لك عامله ازاي، لما بتطلع بتتقطع كده وبتحط عليها الكريمه من فوق وسكر باودر، فالموضوع بيبقى حلو قوي. انا هعمل سائل التلميع دلوقتي تمام عشان هبدا اسوي وهنبدا نشتغل في العجينه، فهنركز فيها ان شاء الله وهتعجبكم قوي. شويه فانيليا على البيض، معلقه سكر باودر كده عليها، وبعد كده واقوم حاط عندي حوالي 3 4 معالق كده من اللبن عليهم. ماشي. وبعد كده بقوم واخد عندي الصفار هنا بس كده يا جيمي، اقوم واخد واحده صفار على السائل التلميع ده اهو تمام مع البيضه. فديت انا عايز اخلي اللون يكون افضل بكتير. وبعد كده بقوم واخد عندي شويه قرفه صغيرين تمام. حلو قوي. ده بالنسبه لايه؟ لسائل التلميع. القرفه بتعمل شغل حلو قوي في سائل التلميع، خلي بالكوا يعني. طيب هنا في سائل التلميع اما انت تجيبيه مالك يا حاج، اما انت تجيبيه في بخاخه تحطيه بخاخه، بس لازم تصفيه من كويس جدا عشان لو في اي شوائب ولا حاجه ما يبقاش في سن البخاخه نفسه، او تجيبي فرشه سيليكون زي دي وناخد كده اهوت ونلمع زي ما حضراتكم كده شايفين. يلا بينا يا استاذ. وبالراحه خالص. ليه بقى؟ فرشه السيليكون دي مهمه عشان ما تهبطش معاك العجينه وهي خمرانه معايا فتبوظ منك. ولازم طبعا درجه حراره الفرن تكون مظبوطه دلوقتي عشان هنبدا ايه نسوي واحنا شغالين دلوقتي. عجينه محترمه جدا، والساندوتش ده هيطلع ده هيبقى موضوع تاني خالص، لان هيتاخد عليه كريمه من فوق كده وهيتجزع بسكر باودر من فوق، فموضوع كبير. وحاولوا تجربوا موضوع القرفه زي ما قلت لكم كده في سائل التلميع نفسه. ماشي. الفرن على درجه حراره 180 لمعنا اهوت. الله اكبر عليك. نقوم واخدين الكلام ده اهوت ونسمي الله ونحط اول انتاجنا كده فين؟ في الفرن. وبعد كده ايه نقوم قافلين. ده ما ينفعش سائل تلميع له، لان انا مديله خيوط من الباستري كريم من فوق، ولو كريمة تانية برضو ممكن تتحط عليه من فوق بصفار البيض، ولكن هي صعبة شوية. لكن احنا هنقوم سايبينها كده هوت زي ما هي كده، وحاطين عليها الخيوط كده من فوق الساندوتش ده، ونقوم ايه مدخلينه عندنا الفرن، واوريك شكله بعد ما يطلع هيبقى عامل ازاي. طيب تعالوا نعمل اول حاجة قبل ما هطلع فاصل، الخميرة اللي هنبدأ نسيبها تشتغل وبعد كده هنطلع ايه نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. طيب عبارة عن ايه بقى؟ انا بجيب عندي مية دافية طبعا، ايه المية دي سخنة جدا، فهاخد كوباية من المية السخنة جدا دي واقوم حاطط عليها كوباية من المية الباردة، ونعملها كده بص كده بايدينا. حلو جدا بقت تمام. ابدأ اللي انا اخد عليها 2 باكو من الخميرة الفورية، واقوم واخد عليها 2 معلقه كبيره من السكر، ونقوم مقلبين الكلام الجميل ده كله مع بعض. تمام. وبعد كده بقوم واخد عندي البيض 3 عدد بيض. بسم الله. ادي 1 ادي 2
ادي ثلاثة كده، كام بيضة؟ ثلاث بيضات على كام خميرة؟ اتنين باكو من الخميرة، سكر معلقتين كبار من السكر، ماشي الكلام؟ وأقلب التلات حاجات دول مع بعض، وده كلام جميل جدا. واقوم جايب عندي الكيس ده اهو، واقوم مغطي الباشا دي كده لحد ما نرجع مين من الفاصل، اقوم شايلها كده ايه جانبا هنا واسيبها تخمر كده وتعيش حياتها. وبعد كده ايه لما نرجع هنبدا نشتغل في العجين. النهارده هنقدم الكراميل المخبوزات دي في ايه؟ عندنا الصواني، كتير بيسالونا عليها. الصواني فين يا شيخ محمد انت بتقدم فيها؟ دي صواني الكيتشن نوفا اللي قدام حضراتكم، الستانلس ستيل اللي قدام حضرتك اهيت. ده ستانلس بيور يا جماعه، تمام؟ عندك الـ في عندك كذا له شكل، هو الطقم بيجي يعني في كرتونه كده شكلها شيك جدا جدا. بيجي تنفع صواني على فكره في اشكال كتير عندهم جدا، في اللي هو الايدين ديت الفضي، وفي منها الذهبي، وفي منها اعتقد الستانلس، في منها اشكال كتير جدا، فتختاري اللي حضرتك عايزاه. وهو الطقم بيجي كده يا جيمي كده فوق بعضه كده اهو، ده طقم كيتش نوفا اللي قدام حضراتكم، التلاته دول بيجي الطقم كده على بعضه، ينفع في التقديم شيك جدا جدا جدا، بتقدري اللي انت تستخدميه عندك في المطبخ، وبصراحه عملي قوي وبيخلي الحاجه شكلها حلو قوي. وانا النهارده هنقدم فيه برضو الحاجات بتاعتنا باذن الله. احنا حطينا هنا اتنين باكو من الخميره، حطينا اتنين باكو من الميه الدافيه اللي قدام حضرتك اهيت، خلاص كله يتفاعل، ثلاثه عدد بيض ومعلقتين اتنين من السكر. طبيعي طبعا الخميره تبدا تتفاعل مع السكر، وزي ما انتم شايفين اهيت في البوله. طيب بنبدا نعمل ايه؟ بقوم واخد عندي كيلو من الدقيق حاطينه هنا في العجان، وبعد كده بقوم واخد عندي اتنين معلقه كبيره من اللبن البودر، تمام؟ واساسي طبعا شويه الملح صغيرين عشان المعادله بتاعت العجينه، وفي نفس الوقت الميه او الملح اللي بيتحط ده بيدي عرق كمان في العجينه كويس جدا. ونبدا ناخد الايه الخميره، بسم الله الرحمن الرحيم اهي، حطينا كلها مره واحده، ونبدا نشغل بمضرب الهلب. طبعا الكميه ديت ما ينفعش مضرب كف فيها، لازم مضرب هلب عشان احافظ عليها كويس جدا. العيش بقى طلع اللي هيطلع دلوقتي هوريهولك، اول انتاجنا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، حاجه محترمه جدا. اول انتاجنا من العيش اهو، بنعمل ايه بقى؟ بنقوم جايبين من ربع بتروك بتعمل مشمش يا جيمي اهو. بص الحاجه ده لسه كمان انا اديها فينش كده مش طبيعي دلوقتي هتشوفه. بجيب عندي المربى، مربى مشمش بتروك زي ما انتم شايفين، مربى كريمي وجميله. بص بقوم واخد منها شويه كده ونقوم ملمعين اللمعه ديت، وهو سخن العيش طالع سخن عمرها ما تطفي مني ابدا، تفضل اللمعه دي موجوده فيها اهو. لسه هتتفتح من النص وهتاخد كريمه وهتتدلع دلوقتي، تمام اهو. شويه عيش كده حاجه جميله، ده دي اصلا حلويات مخبوزات حلوه، فهتشوفوها دلوقتي بعد ما تطلع، بعد ما تاخد كمان لها طريقه كده هتعجبك جدا ان شاء الله. دلوقتي بص اللوم عامل ازاي ما شاء الله، الله ينور يا استاذ. هناخد شويه اللبن دول نلم بيهم العجينه ديت. طيب هنا بقى استاذنا بقوم واخد عندي حاجه مهمه جدا، وهي الزبده بقى، الزبده تكون طريه ماشي اهي، ماشي اهي، عشان هقطعها عندي مكعبات وبنحطها على اخر حاجه خالص من العجينه. شايفين اللي انا بشتغل بايه؟ فاهمه ازاي؟ عشان اوريكي بس اللي هي الزبده طريه قد ايه، لان دي مهمه جدا عشان العجينه تطلع مظبوطه معايا. تعالى نلمع نفس التلميع، بيضه وصفار بيض، يعني واحد بيضه كامله وواحد عدد صفار بيض، وفانيليا، وحطينا قرفه وشويه لبن صغيرين، لبن مش كتير عشان اللمعه تطلع زي اللي انت بتشوفها دي، فاهمه ازاي؟ فسائل التلميع ده مهم جدا، يعني قصه يعني لوحده.
تلمع زي ما حضراتكم كده شايفين. الخيوط الجميله ديت جايه من ايه؟ من الكريمه اللي احنا حطينا عليها من فوق. كل ده هيتعمل دلوقتي، احنا بس بنعمل لكم العجينه وبنسوي زي ما انتم متعودين مني على طول. بحب اسوي انا على الهواء المخبوزات واطلعها كده، متفائل وانا بطلعها كده بتبقى سخنه كده وجميله. وهوريكم كل ده بيتعمل ازاي ان شاء الله. لما انا بمربى فيتروك، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي في العجينه. بصي هاخد دي. ايه اخبار العجينه؟ الله حلو قوي. نبدا ناخد عندنا 200 جرام من الزبده ونحطهم مكعب مكعب كده اهو، واحده واحده بقى، قطعه قطعه، وهي شغاله كده فين؟ في العجان اهي. نبدا نضيف واحده واحده. جالك من هنا يا جيمي؟ اهي يا باشا، وهي شغاله كده بنبدا نضيف واحده واحده، والزبده تكون ايه؟ طريه. وبعد كده نعلي عليها. نحط اخر مكعب ليها. لو حطينا الزبده على طول العجينه تبقى طريه جدا معايا، لكن تحطي واحده واحده كده فالعجينه تاخد المطه الجميله اللي انت هتشوفيها دلوقتي. هتطلع العجينه مطاطيه ازاي؟ عشان لما نيجي نطلعها ونخلصها تطلع مورقه معايا. هلمع الصاج التاني ده هو. ماشي اوكي تاني. ماشي واقوم مدخل عندنا الفرن بسم الله ونسوي التاني. تعال نبص على العجينة. بص العجينة تحس ان هي طرت معايا اهي، دي الزبدة ما تلاقيش. العجينة دلوقتي هتلم معايا دلوقتي، يعني بص الفكرة، انت لما تحط الزبدة بتحس العجينة بدأت تفك. لا لا خالص، هتبدأ دلوقتي بقوم معلي السرعة، هتبدأ العجينة دي هتبدأ تلم معايا دلوقتي واوريها لك ان شاء الله. فما نزودش دقيق لا خالص، ولا أي دقيق خالص. عايز أتأكد أكتر، بقوم مطلع دي. هوريك الفكره كمان انا بتكلم فيها. في ناس بتغلط بقى تقوم عاملك ايه؟ تقوم مزوده دقيق، ما تزوديش دقيق خلاص. انا الدقيق بيخليها تنشف منك، لكن هي كده. بصي اهو بقى نزل مضرب الكف واتفرجي بقى، هتلاقي كل العجينه دي لمت دلوقتي معاكي. ومش هتلاقي اي حاجه في حروف العجان، صح كده؟ ما بنقولش سحر، هتلاقي كل حاجه دلوقتي قدامك على الهواء. واحدة واحدة كده، واحدة واحدة هتلاقي بدأت الايه؟ العجينة تلم معايا. وبدأت الزبدة تخش، لأن اللي على الحروف العجان ده أصلاً من بره ده مش عجينة، دي زبدة. فهتبدأ اللي مضرب الكف ده ياخدها جوه العجين نفسه ويبدأ اللي هو ايه؟ بص الجمال أهي، ما شاء الله. تطلع عجينة من الآخر، ما فيهاش غلطة، بفضل الله يعني. ناخد. وآدي العجينة بتاعتنا بعد ما لمت وزي ما قدام حضرتك، إيه رأيك؟ عجان نضيف أهو. كده خلاص كده. بص بقى جمال العجينه طالع عامل ازاي، والملمس بتاعها عامل ازاي، واللون كمان اهي. نشيل، ننضف المضرب، والعجينه تحس ان هي طريه، لكن مجرد ما بمسكها كده بايديا واسيبها ما تلاقيش عجين في ايديا كده. بصي اهي، مجرد ما بمسك ايديا كده، بص كده، واشيل ايديا مش هتلاقي عجين في ايديا. يبقى العجينه ديت مظبوطه جدا جدا، وبنقول كل التكنيك الخاص بالعجينه عشان تطلع معاكي مظبوطه. كده نقوم واخدينها، نقوم لافينها كده اهو. عجينه، بص الملمس بتاع العجينه يا جماعه عامل ازاي؟ ملبن ما شاء الله. نقوم واخدينها كده وحاطينها. وبعد كده بقوم جايب عندي كيس مفتوح كده اهوت، ونقوم ايه قافلينها.
تتحمر معاه. بعد كده هوت تبقى عندك بالشكل اللي انت شايفاه ده، شايفه الحجم بيكبر معاكي كده ويظبط معاكي. نقوم فاتحينها تمام، نقوم منزلينها اهي، نقوم منزلينها كده بالصلاه على النبي كده، حاجه محترمه جدا. نبدا نشغل، وزي ما انتوا قلتوا لكم لو المكان عندكم ساقع ولا حاجه، احنا ممكن نحط العجينه ديت جنب البوتاجاز مثلا وهو شغال، جنب اي حاجه دافيه يعني، تطلع معاكي مظبوطه. ما تفضليش بقى تعجيني بقى فيها، خلاص بقى نقوم ايه مهبطين منها التخمير كده. كده. وبعد كده بنقوم مغطينها كيس. اهو. كده ايه احنا جاهزين على الشغل على طول. ابدا اجيب اول حاجه هعمل عندي الساندوتش ده اللي قدام حضراتكم ده، بيتعمل ازاي؟ كده. نقوم قسم اول حاجه كده. تمام كده قسمناها، يعني خدنا كده قطعه منها بالطول، وبدانا اللي احنا ايه نقسم اللي بالطول ديت حوالي جي كام؟ 6 لقط. بقوم واخد ديت بقوم فريدها كده. واقوم فريدها كده. جميل الكلام؟ ونبدا ناخد دي كده وكده 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 ونخش كده عشان تبقى مرقه. ونقوم ايه ملفينها كده زي العيش الفينو، ونبدا نرصها فين على الصاج. تمام بصي دي اهي تفرديها كده بايديك صح كده، وبعد كده بتقوم واخده دي كده وكده 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 اهو. موضوع سهل قوي. وبعد كده تقوم ملفاها كده اهوت بايديكي، فبتبقى عندك بالشكل ده. اللحام ده بيبقى تحت طبعا، تقومي عامله كده، ومن كل واحده وواحده بتعملي ايه فرق عشان لما تيجي تتخمر وتتسوى لوحدها. يلا نشتغل بسرعه بقى شويه، يلا بينا. ماشي يا استاذنا انا تمام كده اهوت. تمام بص ده بنبدا اللي احنا نعمل ايه بقى منه بقى اهو. ده نفس ده يا جيمي، يعني ده بعد ما يطلع بيبقى نفس اللي انت شفتيه ده، يتخمر ويبدا اللي هو ايه يتسوى معاك. بيتعمل فيه ايه بقى؟ بيتعمل فيه موضوع كبير قوي. ده البستر كريم اهو. تمام كوبايه كده حلوه، يعني ممكن نتحط عليه بلبن عادي يعني او ميه. وقلب. الكوبايه عليها 3 كوبايات ميه على طول، وتقلبيها كويس جدا. نلبس بقى جرافز بس عشان اوريك يا جيمي ايه الطريقه بتاعته. حلوه جدا الخبز ده بيتعمل ازاي. بقوم واخد عندي هلبس بس جرافز معايا، ونبدا نجيب عندنا الكرانش بتاعنا نشتغل بيه. هجيب اول لقمه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وتقوم فاتحها كده منين؟ من النص من هنا. بص من جوه عامل ازاي؟ ده كلام كبير صح؟ نقوم واخدين ايه؟ وبعد كده بنقوم واخدين عندنا الكريمه ديت وحطينا هنا من هنا كده اهي. بايديا ها؟ مش شرط اثباته يعني او معلقه كده. بص القمه بتبقى طالعه عامله ازاي؟ اهي. لا اهي. بص القمه من النص. تقومي حاطه الكريمه وتقومي ماسحاها كده بايديكي. تعالى نعمل لقمه ثانيه قبل ما نطلع. ادي اول واحده اهي، تعالى نعمل اللقمه ديت برضو. بص يا استاذ جيمي كده في النص، نقوم فاتحين اللقمه طبعا طريه وحاجه محترمه جدا. نفتح كده ونقوم حاطين الكريمه. ماشي كده اهو بايديا كده اهو ماسحين كده. نقوم طالعين واخدين الزيره ديت ماسحينها هنا كده، وبتطلع بالشكل الجامد ده. ماشي انا قلت لك نفتح محل عندنا.
الله يسامحك يا اخي. تعالى بس اجيب طبق اجيني ثواني هنقدم فيه. بص يا صديقي، ماشي يا جيمي، خلي بالك. ساندوتش محترم قوي، اتعمل بطريقه شيك قوي ويتقدم بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت، واللقمه بس تبقى مظبوطه معاكي في التخمير، وزي ما انتوا شايفين العجينه بعد ما عملناها بقت كانت عامله ازاي. موضوع حلو قوي. طيب احنا عملنا دي اول حاجه وخمرناها وسويناها كل حاجه، لو تلاحظي المراحل ولكن هي بتبقى بس معكوسه، بنعملها على الهواء. ادي اللقمه اتعملت تتخمر، بعد ما بتتخمر بتبدا لا تستوي، نفتحها او نديها المربى الاول، وبعد كده حضرتك بنبدا نديها الكريمه من النص. تعالوا نعمل ضفيره كده جامده قوي، هنعملها ونحطها في الزيت. طيب ازاي؟ نفس الموضوع، بسم الله الرحمن الرحيم، بقوم جايب عندي حاجه البيتزا ديت، نقوم حاطينا كده دي واحده، هذه اتنين، هذه ثلاثة. تمام، افتلها كده عجينة مرتاحة، تاخدي احلى شغل منها، تاخدي شغل مرتاح منها. والله يعني عجينة مرتاحة معاكي، فبص تاخدي منها شغل حلو. بوصل العجينه بتاعتك مش هتعرفي تطلعي منها اي حاجه منها خالص. عملنا الثلاثه دول جنب بعضهم كده، تقوم واخده الثلاثه دول كده وواخده الثلاثه دول كده، يعني تقفلي من هنا وتقفلي من هنا، وبعد كده بنقوم عاملين ايه، واخدين لافين دي كده كده اهم مجدوله، فين المجدوله اهي كده عكس بعض، يعني بتاخدي كده وعكس بعض. بعد ما بناخدها عكس بعض كده اهوت، بنقوم واخدينها بسم الله، نقوم لافين كده ديت، ونقوم حاطينا هنا، ودي نقوم واخدينها وحاطينها هنا، ونضغط كده بتبقى عندك بالشكل ده. نقوم واخدينها كده وحاطينها فين، هنا، تخمر معايا. بعد ما تخمر معايا بتبقى بالشكل ده، فاهمة ازاي؟ نزلها في الزيت بقى، انا اخدها كده اهوت، تطلع مورقة وحاجة حلوة قوي. طب ينفع في الفرن؟ ينفع في الفرن عادي، مفيش مشكلة. جدا، بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده اهو، يلا ننزل الزيت. فصل عشان السكر عليه. ماشي، هنعمل واحده تانية بس هنقل الزيت يا جيمي هنا، هنقل الزيت هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا، بس كده ده فصل خلاص. نعمل واحدة تانية، نعمل واحدة تانية، ناخد دي كده اهيت، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، نقوم قافلين. لو تلاحظي كده كل ما اخلص حاجة بقوم اقفل بالعجينة، واقوم واخد دي كده اهوت، نعمل ايه، نفتل كده بالشكل ده اهو، ادي اول واحدة، ناخد رقم اتنين، نقوم حاطينا هنا، ناخد رقم تلاتة، نقوم عاملينها كده. جميل جدا، اقوم واخد بقى التلاتة دول جنب بعض كده، حاطينهم جنب بعض اهو، نقوم قافلينهم كده من هنا، واحدة من هنا نضغط عليها ونضغط من هنا، وبعد كده نقوم واخدين دي اهو. ايه بقى الفكرة اللي احنا بنعملها ديت؟ تطلع الحاجة مورقة معاكي، يعني بص عاملة ازاي؟ اضغطي عليها كده، عصريها كده، فاهمة؟ بص بقت عاملة ازاي؟ شكلها أصلا عامل ازاي؟ بعد كده نقوم واخدين دي كده، ونقوم واخدين دي كده اهوت، ونقوم جايين هنا من تحت ونضغط، وبعد كده نقوم جايبين دي حاطينها في النص
ونقوم واخدينها كده ونسيبها عندي تخمر معايا كويس جدا. عندي فكرة تانية يكون أفضل لو أنت خمرتيها بالشكل ده. هنعمل واحدة كمان، تكرار حلو، تكرار في الحاجات دي حلو عشان الناس تبقى واخدة بالها. فكرة؟ خلي بالك أنا بخمرها إزاي عشان لما أجي أشيلها لو شلتها من على الصاج دلوقتي هتبوظ مني، يعني لو أنا حطيتها على الصاج مباشرة هتلزق في الصاج صح؟ فأنا بعمل حاجة كويسة جدا، بقوم جايب ورقة زبدة واقوم واخدها كده اهوت، نقوم حاطينها على ورقه الزبده دي كده يا جيمي، تتخمر فيها براحتها عشان لما اجي اشيلها من ورق الزبده تشيلها. انا والله بقول لك على كل سر بتبقى موجوده في الحاجه عشان الحاجه تطلع بما يرضي معاك مظبوطه، فما يعني ما بفوتش حاجه. تمام اهو قدام حضرتك كده، ادي واحده كده. هتلاقي الموضوع في الاول صعب والله، لكن في الاخر هتلاقي الموضوع سهل. تعالى نقلب هنا ده ونشوف دي هتبقى عامله ازاي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. صلى الله على استاذ جيمي. استاذ جيمي يا جماعه بيقول لي لسه شويه. يبقى لازم نحترم المخرج. يعني بيشتغل فران بعد ما بيخلص كان بينحت له نحته كده. ماشي. انا عايز اقول لك طب ايه فكره اللي انا حطيتها في الزيت؟ انا عايز بس لما تطلع من الزيت انا هوريك التوريقه بتاعت عامله ازاي. فاهمة ازاي كده اقلب يا استاذ جيمي؟ حاضر يا ريس اهو. لا لا تمام اهو اهو، عجينه هتطلع خفيفه جدا جدا وهوريها لك دلوقتي. نعمل واحده المجدوله تاني ازاي؟ بص بتقوم واخداها كده قافله الثلاثه دول من هنا، واحده من هنا واحده من هنا، وبعد كده بتقوم واخده دي كده. هو ده اصلا الخطوه دي اللي بتورق معايا الحاجه جامد جدا اهي كده. وشدي بص كده وشدي. صح انا ما كنتش شغال كده الاول، ده كانت شغاله الحجم ده بس. لما انا بعمل كده واقوم شادد لفوق فاهمه ازاي؟ فبتتفرد معايا، فهي دي اللي بتدي التوريقه. خلي بالي اقوم لافف دي كده واخد دي كده اهي، حاططها هنا من هنا، وبعد كده بقوم واخد دي واقوم حاططها من هنا كده. الله عليك. كان في ورق زبده هنا اهو، نقوم واخدينها كده وحاطينها على ورقه الزبده ديت واسيبها تتخمر معايا، وبعد كده نبدا اللي احنا نسوي. تعال نطلع دي عشان دي كده خلاص طلعت. المفروض هنجيب بلوش فطار جامد. ده اطفال يعشقوا الكلام ده. عايزه تحطي عليها من فوق بعد ما تخلصي سكر وقرفه براحتك. بصي ما شاء الله طالعه عامله ازاي اهي، اقوم مطلع والله. لو عايزه تعمليها في الفرن اشتغلي بيها في الفرن، لكن انا بقول لك موضوع الزيت ده هو سهل قوي. يعني انت لو عايزه تشتغلي بيها في الفرن براحتك، بس مش هتديكي نفس دي خالص، نفس القوام ده نهائي. اهو اطلع، بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي كده اهو، تعمل فكره. بص يا جيمي وانت بتعملها كده، بص بقوم عامل ايه، اقوم قلبها كده على ايديا كده وبالراحه، واقوم شايل عندي ورقه الزبده دي كده بالشكل ده، وبعد كده بنقول رايحين فين؟ عندي على الزيت. هي قريبه لعجينه الدوناتس بالظبط، هي نفس الفكره يعني. ادي اللقمه اهيت، انا هوريها لك بعد ما تطلع، نديها سكر بودر من فوق وبعد كده بن ايه بمشي بمبدا الذهب يتحط في ايه؟ في الذهب. اقوم واخد دي كده ونقدمها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه.
في عندي لسه في اشكال كتير. هي العجينه زي ما قلت لك يطلع منها حاجات كتير جدا، عملت لك منها اشكال. كل يوم زي ما قلت لك بيطلع حاجات جديده من المعجنات، كل يوم بتطلع اشكال جديده. وظيفتي هنا ان انا اقول لك الحاجه اللي ان شاء الله تقدري تعمليها في البيت وتبقي صناعيه في البيت في المعجنات، وبقول لك كل تكه بما يرضي الله في حته المعجنات، عشان ما فيش حاجه تطلع لا ناشفه منك ولا تنشف منك بعد ما تطلع. يعني في ناس كتير بتشتكي من موضوع المعجنات، التخمير مهم جدا. يعني من ضمن حاجات برضو اللي الحاجه تطلع مظبوطه ومنشفه معاكي، ما تخمريش الحاجه قوي. الحاجه التخمير القوي ده كل سنه طيبه، هتطلع العجينه وحشه جدا وهتلاقيها فرشت منك. لكن الخميره تبقى مظبوطه، المقادير مظبوطه، تطلع الحاجه بفضل الله معاكي ما فيهاش غلط. تعالوا نشوف التوريقه اللي موجوده فيها. بص اللي احنا عاملينها في الزيت، بص من جوه عامله ازاي، ما شاء الله لون حاجه جامده جدا. بص التوريقه من جوه، عشان كده بقول لك التجديل اللي احنا عملناها ليها. طبعا هي بتطلع من الفرن نشفت، لا بتطرى معاكي، حط عليها شويه سكر من فوق ونقدمها بالهنا والشفا. طيب عملنا انواع تانية من المخبوزات. ايه تاني؟ عملنا الساندوتش ده اللي احنا عاملينه بالكاستر. تعالوا نعمل عندنا ساندوتش سهل جدا تاني، بيتعمل بطريقه سهله قوي. بص كده نقوم مقسم دي على اربعه، ماشي كده، وبعد كده بقوم جايب اول واحده كده اهي، والف 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 كده بالشكل ده، تمام. ونقوم واخدينه يا جيمي كده حاطينه على صاج يكون مدهون زيت بسيط جدا، اضغط كده بايديا، فاهم ازاي؟ دي مهمه جدا اهي، زي ما بعمل عيش الفينو بالظبط كده. وبعد كده بقوم واخد اللحم تحت وحطه هنا ايه، وتعملي فرق من كل واحده وواحده عشان تطلع معاكي مظبوطه. ادي واحده، تعالى نعمل واحده كمان. هي كده بتبقى ميزان وانت شغاله عشان تظبط معاك الدنيا كده، ماشي. تسيبيها تتخمر، بعد ما بتتخمر معاكي بتعملي حركه جامده قوي بقى، اللي هي ادي الكريمه اللي هي الباستري، بس حاطين ميه زياده فيها فبتبقى سايله شويه. بنقوم جايبينها وحاطينها في كيس كريمه كده، ونبدا نعملها كده كده. بس بعد ما تتخمر يكون افضل قبل السوى، فاهم ازاي؟ قبل ما تتسوى كده اهو، وليها اصلا سائل تاني بيتعمل بصفار البيض، ولكن يعني انا بقول لك بديك السهل تشتغلي منه. يعني بعد ما تتخمر بتبداي تبني الشكل ده، دي بتبقى طعمها حلو قوي. الساندوتش ده بقى جامد جدا، بعد كده بيطلع نبدا نشتغل بيه. تعال نعمل شكل بقى بالموس كده، حاجه وصايه. ناخد العجينه زي ما حضراتكم كده شايفين، بس بتبقى كبيره شويه جيمي، كبيره كده شويه ما تبقاش صغيره. فهزود دي وهزود دي. تعالوا بقى نشوف عندنا ايه العجوه هتبقى عامله ازاي. بص يا باشا ادي العجوه كده، نقوم لافين عجوه ونقوم حاطينها هنا في النص، نقوم لافين عجوه، العجوه تكون طريه بالزبده كده، وحاطين عليها زبده. عينيا الاثنين اتفضل. ونقوم حاطين كده العجوه في النص، جميله جيمي. وبعد كده نقوم واخدين ديت قافلينها، الله عليك، نلف 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 نلف، تبقى عامله كده. بص يا استاذ كده اهو، نقوم لافين وهوب، نفس الكلام كده، نقوم لافين كده وبالراحه عشان العجوه ما تطلعش بره. بعد كده نقوم جايبين اول واحده كده ونقوم حاطينها كده اهو، بسم الله، زي ما احنا زي ما انت اهو، ماشي الكلام. بايديا يا باشا، ولا بردنه ولا اي حاجه. نعمل ايه بقى؟ بقوم جايب موس او قطر لو عندي، واقوم واخد دي بميل كده، طبعا القطر افضل يعني كده، بميل واقوم مشرط دي. ده شغل فاخر من الاخر، ماشي. بعد كده بتقومي قلباها الناحيه الثانيه، وتقومي عامله دي كده ودي، جايباها كده كده كده
ماشي، وتقومي لافه دي وحط ده هنا كده، الله، وبتبقى عندك بالشكل اللي انت شايفاه ده. بص الجمال، الله عليك. تعال نعمل واحده تانية بسرعه، نعمل واحده تانية بسرعه، بس دي يعني هكبرها شويه. فهنضطر ان انا احتاج ايه؟ للمردله، عشان محتاج ان انا اطولها شويه معايا. انا خلصت يا استاذ والله. بس كده، بصي بقى، بميل كده بكتر يا جماعه، والله انا بس عشان ما لقيتش كتر فاشتغلت بالموس. اهو كده كده كده، ما نزلش لتحت قوي، ها، من فوق بس ابين ايه العجوه. بعد كده بنقوم قلبين دي كده، وبعد كده بقوم واخد دي كده اهو، شايف الجمال، الله. وبعد كده بنقوم واخدين دي كده اهي. بص التقفيل مهم جدا يا جيمي، تاخد دي بتفتحها كده من هنا دي كده، وبعد كده تقوم ايه قافلها من هنا كده وضممها على دي، وتقوم قلبها وتضم الاتنين دول على بعض. الحاجات دي مهمه جدا طبعا. وبعد كده بتقوم ايه عاملينها عشان حاجه تطلع زي اللي انت بتشوفها بره، فاهمه ازاي؟ يعني انت ساعات بنعملها لو انا ما علمتكيش حته القفل ديت هتطلع مفتوحه منك، لكن بص اللحام طالع عامل ازاي، دي في دي مقفوله من تحت تطلع معاكي مظبوطه. اخر واحده هعملها ازاي اهي كده برضو، نفرد قوي زي ما حضراتكم كده شايفين، واجيب عندي الموس او القطر ونبدا نعمل ايه اهو، بميل كده وافتح او اشرط شرط سطحي ما تغزش وكده اهو. قافله ازاي؟ بص يا جيمي، تقوم جايه فاتحه دي كده وضممها على الباشا ديت، وتقوم قالب وضمم الاتنين دول على بعض وتقفل، وبعد كده تقوم قالب فتطلع معاك بالشكل ده. بص الجمال، الله عليك. نسيبها تتخمر، وبعد ما تتخمر معايا بنبدا اللي احنا نسويها، فبتطلع معايا بالشكل اللي حضراتكم كده ايه شايفينه اهو، ده الشكل النهائي بتاعها. We'll be right back.